بسبب منال يونس التي طلقت من زوجها، فأصبح اليوم الشعب العراقي كله يتحمل تبعات تغيير قانون 57 لأجل منال يونس اللي كانت هي موظفة تحت يعني هاي القضية الإعلامية التابعة له ولسلطته الظالمة. يعني شنو ذنب الأطفال اليوم لما يتم عدة 8000 حالة طلاق؟ أختي الكريمة 8000 حالة طلاق شلون عالجها؟ بهاي الصيحات الفاسدة القاصرات بالشوارع لما تمد ايدها ما حد يجي يقول هاي قاصر، لكن يتهمونا واحنا اصلا ما نزوج قاصرات. مثل قضيه زواج منقطع الذي رمي به المذهب وهو قضيه شرعيه، لكن تطبع الزواج اخس وأسوأ مما من الزنا موجود في المذاهب الاخرى وعلى راس المسيار. والزواج بنيه الطلاق ما حد يفك حلقه، ليش؟ لانه احنا لازم نسكت كفا سكوتا. شرع الله لا يمكن ان يؤتى بالعقول الناقصه، هذا دين الله وهذا مذهب اهل البيت. والامام جعفر الصادق عليه السلام لما يضع خارطه، اذا سماحه الشيخ اليوم احنا مصابين بمرض منال يونس وعقدها الشخصيه. مصابين احنا اليوم بمرض منال يونس وعقدها الشخصيه سماحه الشيخ اثرت علينا؟ هذه الحقيقة أختي الكريمة ست فرح، ارجعي إلى التاريخ وانظري أن صدام دخلت عليه منال لأنها طلقت من زوجها، وكان هنالك حق التربية للأولاد يأخذه من زوج، فغيروا القانون برمته بسبب طلاق امرأة. يعني أي قانون هذا الذي تحترمونه وهو يغير على أمزجة السلطات؟ اليوم شنو ذنب الطفل هذا اللي ما يشوف والده؟ احنا شرعا الحضانة سنتين خلاص، تقولين يا بهذا الاب ما يقدر مثلا يربي اولاده؟ اليوم اكو ناس تروح للوظيفه هي نفس الام تخلي الطفل يم جارتها او بالروضه، شنو اللي اذا راح لابوه صارت جريمه؟ فقنا الشرع صارت جريمه. اختي الكريمه هذه 8000 حاله طلاق، انا ادعو الى تعدد الزواجات من سنوات من اجل حتى طالبت الحكومات ان تسهل بل تعطي مغريات. طيب اليوم لما عندي شهداء وارامل، انت لما تمنعين الزواج خارج المحكمه، أنا لا يفهم كلامي أنني هنا أشرع أنه الزواج خارج المحكمة، لا، إحنا نريد الزواج يصير بالمحكمة ونؤمن بالمدنية حتى نحافظ طيب على حقوق المرأة.